أعلنت وزارة الصحة منع الفول السوداني في جميع مراحل أو المدارس الابتدائية، طبعا موضح ذلك بسبب كونه مسببا للحساسية. وفي تفاصيل نشرت وزارة الصحة تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، قالت فيه: منعنا الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية، وذلك لكونه من أشهر مسببات الحساسية عند الأطفال. أكيد راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفتنا في الاستديو، مع رنا الشدي، أخصائية أول أو أخصائي أول تغذية علاجية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. يعني بعد هذا الخبر اللي أعلنته وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر أنه الفول السوداني من المسببات للحساسية، كيف تشوف الموضوع؟ مفاجئ. مفاجئ. أنا بالنسبة لي كان المنع مفاجئ، حتى استغربت أول ما قريت الخبر. تخيلت أنه للأطفال الصغار اللي بالكي جي عشان موضوع الاختناق، أنه لا سمح الله، استبعدت فكرة الحساسية. لما قرأت الخبر مرة ثانية لقيت أنه عشان سبب الفول السوداني يعني السبب الأكبر للحساسية. وجهة نظري في أشياء كثيرة قاعدة تسبب لنا الحساسية، لو بنتكلم على فكرة الحساسية فقط. نعم. في أمور كثيرة تسبب الحساسية للأطفال، يعني المكسرات، في بعض الأطفال عندهم حساسية من الموز، بعض أنواع الفواكه، الحليب، اللي هو عدم البيض، عدم تحمل الحليب، اللاكتوز. ففي يعني عدة أسباب، يعني في مسببات كثيرة للحساسية. فوجهة نظري لو راح نمنع في المدارس كل مسبب للحساسية، إذا احنا راح نمنع الأكل ممكن يكون كله. يعني ما يأكلون، لأنه أنا ممكن طفل واحد عنده حساسية راح يمنع كل أصحابه من يكون عندهم حساسية. صحيح. في نقطة مهمة، الحساسية مو بس هذا، يعني في أنه ناس مهمة من المجتمع يعانون من حساسية القمح، فهم يمكن برضو المدارس ما وفرت لهم وجبات، وهم أكثر خطورة. طيب، فأيضا هذول الفئة من حقهم أنه المدرسة توفر لهم الوجبات اللي هم يحتاجونها. رنا بنكمل معك أكيد، بس طبعا لكن خلينا ناخذ تعليق على الخبر. طبعا معنا الدكتور محمد نحاس. حياك محمود نحاس، حياك الله دكتور. هلا، حياك الله، يا مرحبا. هلا وسهلا دكتور. لو تحدثنا أكثر عن قرار منع الوزارة من بيع الفول السوداني في المدارس الابتدائية بالذات، وليش الفول السوداني؟ يعني ليه حددته الفول السوداني؟ طيب، الحقيقة هو عندنا احنا لجنة اسمها لجنة المقاطف المدرسية. اللجنة هذه واحدة من اللجان اللي بتعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية للصحة المدرسية. تم تشكيل هذه اللجنة لمتابعة المهام وما يقدم في مقاصفنا من أغذية، ونتطلع إن شاء الله أنها تكون صحية تفي باحتياجات أبنائنا وبناتنا الطلاب. الحقيقة اللجنة هذه مكونة من الإدارة العامة للصحة المدرسية في وزارة الصحة، والإدارة العامة للتغذية أيضا في وزارة الصحة، وأيضا إدارة صحة البيئة، والإدارة العامة لخدمات الطلاب، والإدارة العامة للشؤون الصحية المدرسية في وزارة التعليم. دور هذه اللجنة أول ما شكلت تم إصدار الدليل الموحد للإشراف على المقاصف المدرسية، وأيضا الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية. فيما يتعلق بقرار المنع، طبعا الأدلة هذه تم يعني خروجها للميدان العام الماضي. نعم. والآن اللجنة بصدد تحديث الأدلة، وطبعا عندما يعني نقوم بعمل التحديثات اللازمة لكل الأدلة في الاشتراطات الصحية. نعم. نراجع الأدلة الموجودة. هناك مادة في اللائحة السعودية الخليجية المتضمنة للاشتراطات الصحية الواجب توفرها هو منع الأغذية المسببة للحساسية، وكون حساسية الفول السوداني مشهورة ومعروفة وممكن تسبب اختناق شديد. الاختناق الشديد هذا يكون شوية صعب للتعامل معه داخل المدرسة، وعدم أيضا قدرة الكوادر التعليمية للتعامل معه. فمن هنا جاء قرار منع الفول السوداني، لأنه واحد من المصادر الغذائية الجيدة والمنتشرة في بين الأطفال. فحساسيته لا تقتصر على التناول فقط، وإنما ممكن باللمس. وهنا ممكن يكون يعني سبب وجيه لمنعه في المدارس الابتدائية. زي ما أنتم عارفين المدارس الابتدائية معدل الأعمار 6-12 سنة هم الأصغر والأحوج للمتابعة بشكل أكبر.
أكيد. دكتور محمود، احنا نبي نسألك، من هي الجهة اللي كلفت انها تراقب مقاصف المدارس على اساس ما يعني يوفرون منتجات الفول السوداني، وكمان نبغى نعرف تاريخ تطبيق هذا القرار؟ طيب، هي الإشراف الصحي على المقاصف المدرسية مهمة من مهام وزارة الصحة. جميل. تقوم الفرق الصحية المكلفة بزيارة المدارس للوقوف على البيئة المدرسية والمقصف المدرسي، بمتابعة ما يقدم في المقاصف المدرسية من أغذية لأبنائنا وبناتنا الطلاب. فهي الجهة المناط بها المتابعة والإشراف على الأغذية المقدمة في المقاصف المدرسية. وفيما يتعلق بالقرار، مجرد ما رفعت اللجنة توصياتها للمسؤولين للجنة الوطنية، تم إحالته إلى وزارة التعليم وصدر تعميم بمنعه في المدارس الابتدائية. نعم، جميل. احنا نشكر هذه المداخلة دكتور محمود، وإن شاء الله عساكم بالقوة، بس عشان صحة أبنائنا وطلابنا. أكيد. طبعا نرجع لضيفتنا في الاستديو. نبي نسأل بخصوص، يعني أنا قريت في معلومات عالمية يقول لك من بين كل 1000 شخص ممكن أن شخص واحد يتوفى بحساسية الفول السوداني، هذه عالميا. طيب، و30 ألف سنويا يدخلون الإي آر اللي هي الإمرجنسي روم، غرفة الطوارئ، سنويا كمان، يعني توصل مراحل جدا سيئة. نبغى نعرف، يعني أنا أشوف صراحة هذه يعني لفتة جميلة أنهم يحمون بالذات الأطفال، الحين نتكلم لأنهم ما يعرفون، لكن نبغى نعرف إحنا عندنا هنا يعني الآن، وعلى يعني إحنا تعرفين كل قارة مختلفة من ناحية الحساسية، يعني الناس مختلفين، فإحنا نبغى نعرف يعني هل هذه الأرقام ممكن تكون قريبة عندنا، أو هل عندك فكرة؟ ممكن، لأن أنا صراحة أنا ما قد قابلت أحد عنده حساسية من الفول السوداني عندنا هنا، لكن برا السعودية كثير ناس. عندنا النسبة ممكن تكون أقل بقليل، نعم خلاص، لكن النسبة موجودة. نعم. وإحنا طبعا ما عندنا أي اعتراض، على بالعكس المبدأ والفكرة كانت جميلة، اللي هو منع أي شيء يكون مسبب خطر لو 1% لأطفالنا. صحيح. لكن النسبة موجودة، نسبة الحساسية تختلف من شخص إلى شخص. صح. في أشخاص بالشم. أكيد. يعني ممكن يكون منتشر بالهواء ويسبب له الحساسية، ممكن باللمس أو عن طريق الأكل، وفي ناس ممكن تأكل كمية بسيطة ما يأثر فيها، وفي ناس ممكن تأكل كمية أعلى ويأثر على طول مباشرة. ردة الفعل الجسم للحساسية بتختلف من شخص إلى شخص آخر. في أشخاص يعني بتكون تبدأ أعراض توريمة بالعين، احمرار بالجلد، زيادة التنفس، بعضهم يحس بشعور أنه باختناق، أو هذه أخطر الأنواع. أيوة. يكون في اختناق، زيادة انخفاض في ضغط الدم، فلازم يدخل هنا على طول، هذه ممكن يدخل فيها حتى العناية المركزة. هذه الحالة. وهذا ذكرها الطبيب الدكتور محمود، انه كانت سبب الاسباب اللي منعوها، انه حتى في المدارس ممكن ما يقدرون يتخذون اي اجراءات اولية معه. طيب معلش خليني اسألك، كان نعرف انه يعني الفول السوداني فيه قيمة غذائية كبيرة، يعني حتى اللي بيروح ويلعبوا جيم بروتين عالي بالضبط، بياخذوا هذا الفول السوداني بشكل او باخر، سواء كان بودرة ولا كان مطحون ولا غيره، لكن ايش في اشياء ممكن تعوض هذه القيمه الغذائيه بالنسبه للطلاب في المرحله الابتدائيه؟ شوف، سبحان الله، الاكل كثير والخيارات منوعه، فلكن ابغى اذكر نقطه معينه. احنا بس ما نبغى نخوف الناس اليوم انه ممكن يكون نسبه الاصابه بالحساسيه عاليه، او انه كل الناس يبدون يخافون انه لا سمح الله ممكن طفل يكون عنده حساسيه. لا، هي تبدا التجريب بعد عمر 3 سنين، احيانا بعضهم يبدا من سنتين، ممكن نجرب معه شوي شوي ونشوف اذا كان في اثار الحساسيه، نبدا نوقف نهائيا اي مو ضروري الفول السوداني، اي اكل او طعام ممكن يسبب الحساسيه ممكن نوقفه في لحظه، اللي هي المكسرات، الاطعمه المشهوره اللي احنا متعودين عليها. طيب، فكرة سبحان الله، الأطعمة كثيرة متنوعة والخيارات موجودة، يا ربي لك الحمد لك الشكر، كثيرة، ودائما الفوائد الغذائية سبحان الله ما هي موجودة في أكلة معينة. تمام. يعني مستحيل أنه بس الفيتامينات أو هذا النوع من أنواع الفيتامينات موجود في أكلة واحدة. لا، بالعكس، هو منتشر في جميع، ممكن تكون المكسرات، ممكن نأخذ مكسرات بديلة، البروتين ممكن نأخذ البروتين من مصادر أخرى. الفول السوداني يحبونه دائما الامهات لطلابهم، لانه اسهل شيء مع عسل، فدائما الاطفال يحبونه.
الكبار يحبونه كمان. والله احبه يعني دائما فول سوداني مع مربى ومره طيب، انا ما اقدر استغنى عنه صراحه، اجيب كذا. مسكين كان عليه سمعه سيئه انه هو يزيد الوزن. والله يزيد الوزن، لا على هذه صادقين. طبعا اذا كنت، لانه في نسبه دهون، فاذا كان انا اخذ اكثر من الطبيعي اكيد راح يزيد الوزن. يعني في اي حاجه تكون فيها اخذناها اكثر من اللازم راح تزيد الوزن. معتاد، انا كان عندي بس تعليق بسيط، انه احنا نبغى نركز اكثر على تغذيه الاطفال في المدارس. هذا اللي ابغى اقول لك يا رنا، ايش الاشياء اللي بالمقاصف تنباع وتحسي انه تسبب حساسيه فعليا للاطفال واصلا مش مفيده؟ غير كذا احنا نعرف انه حتى مشتقات الحليب في بعض الاطفال عندهم حساسيه منها، يعني في اشياء مره كثير، بس اللي ابغاك تقولي لي ايش الاشياء اللي تحسينها لا ما ينفع تنباع بالمقاصف. أوه كثير، يمكن أنا بقول كل الأكل. 90% من أكل، لا حد يزعل علي، 90% من أكل المقاصف سيء جدا جدا. السبب أنه إحنا طفل في أولى ابتدائي أو بالتمهيد، التمهيد يقولوا ما عنده مقاصف، بس نبدأ من الابتدائي، يبدأ الطفل طالع من كي جي متعود أنه ياخذ أكل مرتب معاه والأم تحط له فواكه ومتعود على الأكل الصحي، يطلع الأولى ابتدائي يبدأ المحيط المدرسة يغير على سلوكيات الطفل. صحيح. ونبدأ هنا نقلة نوعية، الأم تبدأ تحس أنه طفلها ما يأكل الأكل الصحي، ما في فواكه، ما في خضروات. يعني واحدة من الأشياء المضحكة، كان أخوي يقول لي طيب لاقي لنا حل عشان عيالي يأكلون خضار. فهي نفس الفكرة، أنه إذا كان إحنا عندنا نفس المشكلة، كل الناس يطلع الطفل إحنا عودناهم لا 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 ما يأكلون خضار، ما يأكلون فواكه، لا 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 تعطينه هذا الشيء ما يحبه. طيب كيف الطفل، خلينا نفكر فيها بعمق اكثر، كيف الطفل طلع وصار يشوف الشوكليت مغريه اكثر من فراوله، ويعني ممكن ياخذها اكثر من فراوله، مع ان هنا نتكلم على الوان جاذبه للطفل، بالعكس هذه دارك وغامقه وهذه ملونه. فكلها احنا ايش قعدنا نربي في الاطفال، اطفالنا ما ياكلون فواكه، اطفالنا ما ياكلون خضروات. لكن الشيف مها قالت كلام مره جميل، انه كيف احنا ندخل الاكل على اطفالنا بطريقه جميله وحلوه. صحيح. وصحيه، وهم يعملونه. اثنين نلاقيها موجوده ايش وهم يسوونه. بالضبط هم يسوونه. صح والله يا رن، خليني اقول لك حاجه، الفسحه هذه مره مهمه والام لازم تركز عليها، لازم تركزين عليها، ولازم تخلين عيالك ياخذون فسحه معهم. تعرفين انه انا اختي كل صباح تعمل لي فسحه وتلفها وتحط لي وترميها لي بالشنطه، فسحه أكل من جد، أكل بيت ونظيف. وغير كذا وين هذه الأشياء اللي كانت وإحنا صغار ناخذها؟ كانوا يعطونا إياها ويحطون تفاحة ومدري إيش وموية والأشياء هذه. أنا مراجعيني ألعب عليهم بطريقة شوية يعني كذا مادية، فأقول أعطيه المصروف زي ما هو، لأن الأم تقول أنا ما أقدر أخلي ابني من دون مصروف، فأنا أبغاه يعيش نفس المجتمع، فأقول لها أعطيه المصروف كل يوم، المصروف ياخذه كل يوم، هو في النهاية يقرر يا إما إنه يجمع بالحصالة وفي نهاية الأسبوع راح يعني يسوي فيه حاجة يبغاها، أكتيفيتي يبغاها، أو يشتري حاجة يبغاها. هنا نحن ننمي ثقافة حفظ المال عند الأطفال، والذكي راح يفكر أكثر، خلاص أنا حاخذ أكل من البيت وما أشتري من المقصف إلا الحاجة اللي أنا خاطري فيها. صح. مو ضرورية، يعني مو الوجبة الأساسية. وهذا اللي احنا نعاني فيه، إنه في المدرسة ما في وجبات قاعدة تقدم صحية. صحيح. صحيح. نعم. كثير والله، يعني حتى في جيلنا يعني ما هو شيء جديد، لكن إن شاء الله بإذن الله وزارة الصحة وزارة التعليم يعني هم الآن في الطريق قاعدين يحسنون كل يوم. إحنا نسمع خبر مفرح صراحة. صحيح. في رقابة، في قرارات يعني منع الأشياء المضرة واللي غير صحية، في أشياء مرة كثير يعني. ومثل ما تفضلت يعني الأطفال بعد هم يعني يكبرون على شيء خلاص، يصير حتى هو as an adult أو as يعني لما يكون إنسان بالغ وراشد، يا أنه ياكل كويس يا أنه ما ياكل كويس. أستاذة رنا شدي، إحنا نشكر حضورك اليوم معنا ويعطيك العافية على كل شيء قلتي. الله يعافيك. شكرا لك. طيب مشاهدين أكيد مكملين معكم لك بعد الفاصل. أذكر بأن معظم قصص النجاح على هذا المرض الخبيث كانت بسبب اكتشاف المرض في مراحله الأولى، لذلك دائما نذكركم بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وقدامكم العافية. سرطان الثدي ممكن يصيب الرجال والنساء، فلا تتردد ولا تخجل يا أخي الرجل بالكشف المبكر. قدامكم العافية. الوقاية خير من العلاج، سارعوا بالكشف عن سرطان الثدي مبكرا، كثير من الحالات اكتشفوها
أصحابها وتعايشوا معها وتجاوزوها، وإن شاء الله قدامكم العافية. الكشف المبكر متوفر في كل مكان، فافحصوا لأن نبيكم دائما بصحتكم وعافيتكم. في 95% شافوا بسبب الكشف المبكر السرطان الثدي. بادروا وقدامكم العافية.